لما تجي سيدة تقول لك أنا زبونة وهي تطلع عروسة، أنا عنود؟ يعني هي يعني أنا عنود ما يفرق معي كثير، بس هي أحسن. ليش أحسن؟ لأنه يفرق في التأسيس. العروسة مكياج تصوير ومكياج مسرحي، حتى لو تقول لك أنا فرحي في البيت، بس مكياج تصوير ومسرحي فيها فلاش، فيها إضاءة يعكس في التأسيس. لو هذه زبونة أنا إيش حسوي؟ هفرد أساس على طول. بس لو هي عروسة أنا هحط كونسيلرات قبل وكونسيلرات بعد. في سيدات يقولوا لك لا أنا فرحة في البيت، أوكي هي ما حكاية إنه أنا هحط الوقت كتير، هي حكاية تأسيس، حكاية كونتور، تمام؟ إذا إحنا اليوم هنأسس عروسة فأنا هخليها تطالع فيا، موضوع إنها تطالع فوق غلط. لأنه لما تطالع فوق وتشتغلي على عينها تطالع فوق، فأنت إيش بتسوي؟ بتسحب عينها. ليه؟ أقول لك عشان أيوة، عشان إيه؟ عشان إيه؟ عادة ممكن تتزمن. دحين أنا لما أنزل صورة قبل وبعد، أنا عادة لما أنزل صور الموديل قبل وبعد ما أنزلها بعد تصوير بروفيشنال، أنزلها جوال. ما تحسي إنه صارت كذا الملامح فيها فخامة، صح؟ الملامح فيها فخامة بسبب السحبات دي اللي أنا بعملها. الفم بيكون عادي صغير فجأة يصير أنا أحبه بصراحة، فالفم يصير مدور كده ومزموم وبارز بسبب إنه أنا بشتغل في التأسيس من أول، بعمل كونتور، بعمل تأسيس من البداية. الحركة دي تخلي الفم يترفع على فوق، تمام؟ يلا ونحط نفس درجة الأساس، نفس درجة البشرة، كونسيلر أو أقمق دقة علشان يدفي المنطقة. بعدين الفاتح عشان ينور. لو رحتي على الفاتح على طول هتقلب رمادي، تمام؟ تمام. طيب اوكي، انا جايبه اليوم معاكم هذه اشياء اللي انا بشتغل فيها بالصالون. طيب نفس الادوات اللي بشتغل فيها بنزل بعملها، ما في عندي سبونسر للميك اب. الاساسات اللي انا بستخدمها قلت لكم البرايمر سماش بوكس والاساسات سماش بوكس، شوفوا مخلص يديني فردة الأساس تجنن. عادة في خلط الأساس أنا أخلط نوعين، تمام؟ عادة في خلط الأساس أنا أخلط نوعين، نوع للبشرة الدهنية ونوع للبشرة الجافة. الجافة الأساس أنا دائما إيش أقول لكم إنه على قد ما تكوني خبيرة وعلى قد ما تكوني شاطرة، بس الادوات اللي في ايدك، صح؟ الادوات اللي في ايدك لازم تكون تساعد. طيب انا ليا فتره واللي حضر شفتوا برنامج مع العنود، دائما تلاقوا في ايدي وانا بفرد الاساس بيوتي بلندر في ال 12 حلقه، ودائما في شغلي تلاقوا في يدي بيوتي بلندر لونها ايش؟ بينك. هذا ايش البيوتي بلندر؟ نور ابو عوض. اتعب اقول لكم رائع، اجي افرد الاساس ينفرد معايا، الاساس يفضل بوكس. هو طريقه التثبيت الغلط اللي سويت لك بوكس، صح؟ طيب لما انا عملت كونتور خلاص عملته، اجي اثبت الكونتور حثبته ايه؟ ببلاشر احلى عشان يديني نضاره وكمان يخلي البشره كده حلوه وما فيها البوكس. احساسك بتدريج اللون، عرفتي؟ هي دي مدرسة عنود يماني، احساسك بتدريج اللون. انا عملت كونتور كريمي وفوقه كونتور باودر في الالوان الغوامق، ايش حيصير في البشرة؟ غامق في غامق في غامق، حنكتب دايما. في يقولوا لك عنود دمجها حلو، انا بتكلم دايما معك دمجها. انا امانة اقول ده الكلام لانه ترى ما في شيء، انا بقول لك السر كيف بتنقل في الالوان، هذا اللي يخليكي بعدين تقول لك الدمج. انا ما بحط كونتور فوق كونتور فوق كونتور، غلط. زمان كنت احط كده الا ما يكون في ضربه، فالسر احط كونتور كريمي وبعدها ايه؟ هي دي اللي انا بشتغل فيها على كل البشره، تمام؟ ميك اب فور ايفر. اقول لكم الدرجات،
400 هي 400 حافظين الباقي. في التوتوريال اللي فات صح؟ اتكلمنا عن ارواج نور ابو عوض. ارواج نور ابو عوض مين بيستخدمها؟ كلنا. الحلو في ارواج نور ابو عوض تشوفوني دائما في سناب وانا بشتغل صح؟ احطها على العين. احطها روج، احطها تحت العين، حلوه ثابته تثبت لي الاي شادو. وممكن لو بحط عليها ستين او احط عليها اضاءه تمسك، الحين حوريكم. وكمان اقدر ادمج اطرافها سهله في الدمج. تمام؟ دحين حنستخدم. وفي نقطه كمان مره مهمه، ساعات لما نكون نبغى نبدا نكون خبيرات تجميل ما نقدر نوازن ما بين درجات الالوان اللي فوق ودرجات الروج، في اختلاف. نكون نشوف الصور تكون مره حلوه، في ناس بيعملوا ميك اب حلو، بس احنا لما نعمل ميك اب ما يكون مرتب الدمج. حركه الارواج دي حتسهل لك موضوع الدمج. ليه؟ لانه انا حبدا فوق في العين بلون، هستخدم اللون سان داون. سان داون من الالوان اللي انا مره دايما 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 بستخدمها، ايدي كده دايما بتيجي عليك. اوكي على طول غمض عينك شوف. والحلو فيه ايش؟ ما يخطط، ما يقطع معايا الاي شادو. من الاشياء اللي بتخليني شغلي سريع ومتقن ولوني ثابت. والسان داون من الالوان اللي مره حلوه تناسب كل البشرات، رائع. من الجليترات اللي دائما بشتغل فيها في سناب صح؟ وانا بشتغل على العرايس بشتغل على جليترات نور ابو عوض صح؟ اكثر لون انا دايبه فيه شوفوا صح؟ رقم 3 صح؟ وقلت اليوم انا حجيبه وحشتغل فيه قدامكم، جليتر نور ابو عوض رقم 3 من الالوان اللي انا قريبه من قلبي، رائع. اللي هو تحس طالع تقولي اللون مو مفهوم، اللون كذا ما انتو، هو ده جليتر رقم 3 وحبته مره حلوه. تمام؟ يديني فخامة. الخطوات سهلة، بس لما اجي احط الجليتر بيديني فخامة، بيرفع لي المكياج. طيب كيف نثبت الجليتر؟ هاخذ قطرة الماسكا نقطتين واحط، هستخدم فرشتين اوكي؟ عشان لا يدخل شيء في عينها، بعدين حندخل في موضوع دمعنا وما دمعنا. يلا. باين الجليتر؟ حكحل بالبني. انا من الناس اذا عملت فوق فواتح احب اعمل تحت غوامق، اكحل بالبني، ما احب اسوي فوق فاتح لون فواتح وتحت فواتح. من الاكحال الحلوه اللي انا احب استخدمها كلر بنسل اكو ريزيست ميك اب فوريفر. طيب لما نكحل العين بكحل يكون ووتر بروف اللي هو ضد المويه، ايش يصير؟ مهما دمعت ما يروح، مهما جلست فتره طويله ما يروح. والحلو فيه كلر بنسل، الحلو فيه انه احطه يبان واضح، اجي ادمج الطرف يندمج معايا. تمام؟ اوكي. عباره عن خطوات صح؟ لازم كل خطوه نديها حقها وكل خطوه تطلع نظيفه. ما ينفع نحط نثبت اي شيء وبعدين نبدا في العيون. طب انت ما ثبتي كويس المكياج، على قد ما اديتي كل خطوه حقها وعلى قد ما مشيتي كويس مكياجك حيصير في النهايه نظيف. تمام؟ اذا عملنا اي لاينر ولا عملنا مسكره ولا عملنا اي حاجه وارد انك تبقعي، ايش حتسوي؟ حاجه تكون سائله زي الاي لاينر زي المسكره، ايش حتسوي؟ لا تمسحيها، خصوصا المسكره. اذا بقعتي مسكره سيبيها، سوي اي خطوه ثانيه ليه ما تنشف؟ بيعود لداني بس هو زي كده تروح. هنعمل خط تمام؟ عشان نرسم اي لاينر. غمض. اول شيء هنعمل خط على منابت الرموش. خط عرضه ملي. نصورها. عشان ارفع الاي لاينر بطريقه الاثنين يكونوا متوازيين زي بعض، في بنات كتير يقولوا لك الايلاينر دايما ما يجي زي بعض.
صح؟ عشان ارفعهم زي بعض. الاسبوع اللي فات اتكلمت في دي النقطه، هجيب من طرف الرموش، من تحت الرموش هبدا ارفع. اتخيل انه موازاه لخط العين انا عندي نقطه، واخر الحاجب انا عندي نقطه. لما اجي ارفع هرفع فين؟ في النقطه اللي في النص. تمام، غمضي. وحسيب ملي واحد عشان راس الايلاينر وارجع اسحبه عادي. شوفك تمام. اكوا برو من ميك اب فور ايفر. انا دائما احب رقم 15 على بني، 25 على رمادي، 30 بني غامق. هم دول ثلاثة الوان. كيف نستخدمهم؟ نحط نقطة نقطة. الحين انا هستخدم بس 15 و25. مو لازم استخدم، لو تلاحظوا مو لازم استخدم لون واحد. انا عادة في كل شغلي لازم ادمج. الحين باخذ لون رمادي ولون بني واحط عليهم جنبهم نقطة قطرة انجلوت عشان يسيح معايا اللون. تمام؟ وكل اللي حسويه انه انا في سيدات ما عندهم شعر في الحواجب، في سيدات عندهم حاجب عاملين زي كده ومن النص شايلينه. اللي ابغى اقول لكم عليه، إذا استخدمنا حاجة سائلة على الجلد زي ما أنا بسوي دحين، أنا بسوي على الشعر عشان في شعر. أفرض أنا ما عندي شعر بس بشتغل على الجلد، إذا ممكن ترسمي بشيء زي كذا سائل، بس بعدين لازم تحطي عليه شوية باودر، لأنه السائل إذا على الجلد بترسمي مع الإضاءة بتصير حواجبها تلمع. دي نقطة مرة مهمة. تمام؟ ألو؟ مسكرة سماش بوكس فظيعة، سوبر فان اسمها، سوبر فان. انا ما عندي رموش، رموشي خفيفة. احط لما صرت احط مسكرة، دي خلتني المسكرة دي خلتني اقدر احط مسكرة. كيف يا هناء؟ لما احضر اجتماعات تقول لي ما شاء الله من متى؟ 6 سنين نعرف بعض، من متى؟ المسكرة من جد حلوة. استخدمها منك شعرها منفوش، عرفتي؟ فمو حلو انك تحطي بعد. استخدمها منك. هستخدم محدد. ايش حطينا روج؟ سان داون، صح؟ هستخدم محدد سان داون عشان ايش؟ اوازن ما بين لون العين ولون الشفايف. علشان نرسم الشفايف حلوه ومزمومه، اول شيء ايش هنسوي؟ هنرسم من تحت الشفايف. العيون سان داون. دحين هاخذ الروج مدام نوره رقم واحد. طيب هرسمه بايش؟ مرة يسهل لي الرسمة الشفايف، تخليها مرة حلوة. فرشة نور ابو عوض هي فرشة ايلاينر، انا بستخدمها للروج، حلوة للايلاينر، مرة نحيفة وحلوة، تعمل لي بوزة للايلاينر مرة حلوة. بس انا عندي فرشة اسويها للايلاينر، وفي فرشة انا مخليتها للروج. دحين حتشوفوا فرشة كلاسيك من لنور ابو عوض، لما تيجي ترسمي فيها تتحكمي في الروج كيف تجيبيه من الطرف. انا عادة فرش الارواج الفم دائما اخليها هي فرش ايلاينر، شكل الايلاينر، لانها تكون معايا مره سهله. اني انا ارسم شفايف تكون حلوه كانك عامله فيها فيلر، هي تعتمد عليها مو تعتمد علي انا، بس احرك الفرشه. هي لازم زي ما انتم شايفين تكون فمها مقفل، وحثبت ببرايمر مثبت سماش بوكس، وكده خلصنا اللوك. اول شيء هحط اورنج، هذه النقطة الأساسية. بعدين هجيب كونسيلر نارس اغمق من لون البشرة 3-4 درجة لدرجتين ثلاثة، اللي هو ايش؟ كراميل. هحط، هستنى لين ما لمعة الموية تطفي، لين ما ينشف. بعدين هافرد الأساس على الوش كله واطلع على مكان العيون. الاساس لازم يكون فول كفر زي اساساتنا. بعدين هجيب كونسيلر مو فاتح، كونسيلر في نفس لون البشره واحطه، وهستنى شويه الين ما يجي اطبطب، وبعدين هحط نقطتين من هنا الفاتح للتنوير. سهله.
اخر شيء تمام، لانه اذا انا عندي هالات عندي تجويف عندي لازم انا ارفعها. هنا عندنا السؤال، عندنا مسامات، مسامات نخفيها عشان نعمل ميك اب، حنحط برايمر، حنحط البرايمر قبل الاساس بساعه، بس البرايمر ما هيعالج. اللي هيعالج هنعمل جلسات سكارلت، او عندنا هنا في السكارلت يبغى لنا 5-6 جلسات، بس عندنا هنا في الاندلسيه جلسات ايش اسمها؟ انفني. ايوه سووا انفني بعدين سووا لي فراكشن، انا دي بسوي انفني جلسات انفني في الاندلسيه من مره واحده هتغطي المساحه. تمام؟ حقيقي من كل قلبي من كل قلبي اشكر اداره الاندلسيه لصحه المراه، يعني استقبلوا الضيوف بطريقه مره حلوه، استقبالهم ترتيبهم تنظيمهم، انا مره فخوره ومره سعيده اليوم انكم انه كان الماستر كلاس عندكم، وان شاء الله باذن الله كل الماستر كلاس تبعي يكون عندكم ان شاء الله. يعني حقيقي يعني مركز الاندلسيه لصحه المراه مكان للتدريب رائع، تنظيم رائع. انا اول ماستر كلاس اجي انا وفريق عملي نيجي ضيوف شانوا كل شيء، حقيقي مره شكرا. يعطيكم العافيه مره شكرا بالماستر كلاس حبيبه قلبي، انا من جد فخوره واشكركم اشكركم من جد على اللي سويتوه اليوم معي، شكرا لكم.